من الأستاذ محمد الضرات وهو عضو مجلس النواب الليبي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، بداية يعني لماذا وصلت العلاقات بين مصر وليبيا أن يقوم بقتل وذبح 21 مصري نتيجة أن هم مثلا على الهوية، نتيجة أن هم مصريين أقباط فقط؟ ليه الأمر وصل إلى هذا المستوى من وجهة نظرك؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حاولنا في الواقع يعني منذ الإعلان عن هذا الأمر التواصل مع كثير من الجهات. طبعا المؤتمر الوطني تواصل في سرت، نحن أيضا تواصلنا كيعني نشطاء وأصبح يعني نشطاء سياسيين بعد أن انحل البرلمان بحكم المحكمة. الغريب أن لا أحد في سرت يعني يعلم حتى عن هؤلاء من هم، أين يعملون. يعني كان يجب على الحكومة المصرية قبل أن تتكلم عن هذا الأمر أن تذكر أين يعملون هؤلاء المصريين، هل هم مدرسون، هل هم عمال، هل هم أطباء. يعني والغريب هو التركيز على موضوع الأقباط. نحن نعرف بأن سرت منطقة يعني فيها قصف طيران من المجرم حفتر، منطقة تعتبر منطقة ليست آمنة بشكل كبير، يعني منطقة اشتباكات. كل مرة نسمع بأن هناك مجموعة من الأقباط، قبلها قالوا هناك 13 قبطي من مصر، وأنا أضع تحت كلمة قبطي أكثر من خط. الموضوع ليس يعني وضع اعتباطا. ثم الآن يقولون 21 قبطي في مصر. نحن نعرف المصريين لدينا مدرسين ولدينا أطباء وممرضين وعمال، لا نميز بين هذا قبطي أو مسلم أو غيره، نعرف بأنهم من دولة مصر ويأتون للعمل أو لغيره. الغريب بأن التركيز أن هؤلاء أقباط، كيف عرفوا بأنهم أقباط وأين يعمل هؤلاء الأقباط؟ طيب أستاذ محمد، أصبح هناك تشكيك كبير جدا. طيب، حتى في الرواية وفي أصل الرواية أنا أخشى ما أخشى. أستاذ محمد، أنت تشكك عفوا، ولكن أنا أخذ كلام من حضرتك، أنت تشكك أصلا في حدوث هذا الأمر؟ نعم، لا توجد له أي بوادر، لا توجد له أي دلائل، لا توجد له حتى سوابق. يعني أنا لا يمكن أن نأخذ أحكاما وأن تهاجم دولة ذات سيادة على شريط فيديو على شط البحر لا يوجد فيه أي معلم من معالم المدينة هو أحده. نحن نعرف بأن شط الليبي والشط المصري وكل شمال أفريقيا يعني يحمل نفس الملامح ونفس الصفات، هي عبارة عن رمال ومياه. ما الذي يدرين أن هذا الفيلم لم يمثل في مرسى مطروح؟ نحن نعرف السينما المصرية، لعل يعني حتى طريقة التصوير، نحن الآن لدينا قنوات ليبية كثيرة جدا لا تمتلك يعني حتى طريقة هذا التصوير. تمام. أنا طيب، يعني هناك كثير من النقاد الآن يشككون في أصل الرواية. أيضا الأمر الآخر، ما هذه السرعة يعني في القصف بالطائران بمجرد خروج هذا الفيديو وكأن الموضوع مرتب ومجهز له؟ كيف يعني جهزوا الأهداف؟ كيف؟ فأعتقد هذه نعم. طب أستاذ محمد، السؤال، هل أصلا في وجود لداعش على الأراضي الليبية؟ الكثير كانوا يعني كانت بالنسبة لهم معلومة جديدة إن هم يعرفوا إن داعش لها وجود في ليبيا. معروف إن ليبيا فيها ثوار مثلا يقاومون ضد قوات خليفة حفتر المدعومة من الإمارات ومصر. وجود داعش فين في هذه المعادلة؟ أنا أقول لك، نحن في ليبيا لدينا أقصد من يحملون السلاح هم الثوار وهم الأغلبية الساحقة، وهؤلاء لا انتماءات لهم لغير الله والوطن، يعني لا يتبعون أي فكر أيديولوجي معين، هم فقط يدافعون عن الثورة ويدافعون عن الوطن. والمجتمع الدولي وكل العالم يعرف هذا الأمر لأن مخابراتهم ترتع وتسرح في ليبيا ويعرفون الثوار يعني عن قرب. لدينا فئة أخرى وهي ما تسمى بأنصار الشريعة، وهنا يجب أن نقول كلمة للتاريخ. أنصار الشريعة لم يكن فصيل أو تيار مسلح في يوم من الأيام، إنما كانت مجموعة دعوية تقوم بالدعوة إلى تحكيم الشريعة، وهناك محاورات بينهم وبين الدولة الليبية، وقالوا نحن إذا خرج الدستور وذكر بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي وكل ما يخالف الشريعة من القوانين يعد باطلا،
نحن سنسلم سلاحنا للدولة وسنكون جزءا من الدولة. تمام. أن يكون هناك بعض المتشددين الذين لديهم فكر تكفيري أو متطرف أو غيره، هؤلاء لا يستطيعون الظهور، يمكن أن يكون فيه، وهم موجودين في أمريكا وفي أوروبا وفي مصر وفي السعودية وفي كل مكان في العالم، ولكن في ليبيا لا يستطيعون يعني الإبراز عن نفسهم أو أن يتحركوا بشكل علني. فإن كان هناك شيء من هذا القبيل لا يتعدى صفحات على الفيسبوك، ولكن لا وجود لهم. أنا الآن في مدينة مصراتة لم أرى في يوم من الأيام علما أسودا أو غير علم الاستقلال أو أي مظهر من هذه المظاهر، يعني نعرف هذه المدينة بكاملها أو في سرد، ولكن يوجد هناك. ولكن أستاذ محمد، يعني الصور اللي تم بثها تظهر بأن هم بيتحركوا بكل أريحية وسهولة وموجودين ساحل ولاية طرابلس على البحر الأبيض المتوسط، ويعني تثبت وجودهم. إذا كانوا موجودين، يعني لو رأينا ما يوجد في العراق نجدهم موجودين في وسط المدينة ومعالم المدن التي موجودين فيها، يعني تثبت. في ليبيا لا توجد يعني أي مظاهر أي صور تثبت بأن هناك تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية بشكل تنظيم، يعني لعل يكون هناك بعض الأفراد عشرات لا أدري يعني، ولكن كوجود على الأرض نحن لا نلاحظ. نحن الآن جبهتنا موجودة في السدرة، الثوار ينتقلون من مصراتة مرورا بسدرة ذهابا إلى السدرة، لم نلاحظ هذا الأمر يوما. فأنا أتصور إن ما يفعله السيسي هو انتصارا لمحاولة إنجاح الانقلاب في ليبيا مثل ما فعل في مصر، بدليل اختيار التوقيت. نحن الآن غدا ستكون احتفالات الذكرى لذكرى 17 فبراير، ذكرى الثورة في ليبيا. ذكرى الثورة، لماذا هذا الاختيار تحديدا في هذا التاريخ؟ هي لإفساد على الليبيين فرحتهم بهذه الثورة. فأعتقد بأن السيسي بفكره الانقلابي هو لا يريد بلدا جارة تنجح فيها الثورة مثل ما فعلت دول إقليمية أخرى حاولت أن تفشل الثورة في مصر، وأنا أقول لم تفشل الثورة في مصر، ستنتصر بإذن الله، ولكنها انتكاسة أو يعني مرحلة من مراحل الصراع. ولكن ما يفعله السيسي الآن هو نصرة لحفتر. ما فعله على حسب ما يقولون حصل في سرت، ثم قصف منازل في درنة، ما علاقة هذا بجاك؟ أين هو الفصيل الإسلامي الذي يعني يحاربه أو الفصيل؟ فهي المؤامرة واضحة. نحن نعرف بأن السيسي كان يهدد بالقصف وبالتدخل في ليبيا منذ يعني من بداية توليه الحكم، لعله للسيطرة على منابع النفط، ممكن ليحاول أن ينقذ نفسه من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي هو فيها. ولكن على كل حال يعني موضوع الإرهاب نحن نعرف بأنها شماعة غير موجودة في ليبيا على الأرض أو على الواقع، لا نشاهدها. نحن موجودين في ليبيا لم نرى أي مظهر من هذه المظاهر إلا في وسائل الإعلام وعلى اليوتيوب وعلى تمام. طيب أستاذ محمد، سؤال أخير وبشكل واضح، هل عبد الفتاح السيسي بهذا التدخل يريد أن يحسم المعركة لصالح خليفة حفتر بعد أن فشل خليفة حفتر ميدانيا؟ حتما هو يريد، هو فعلها مرتين على فكرة، ليست هذه المرة الأولى، فعلها المرة الأولى في رمضان عندما أوشك الثوار أن يحسموا المعركة ضد جيش الكرامة وقصف الطائرات، ولكن زادت هذا القصف عزيمة للثوار وحسموا ثاني يوم. الآن حفتر على مشارف الهزيمة، أتى السيسي بهذه الطائرات لإنقاذ حفتر ومساعدته في إكمال انقلابه على الأقل في الجزء الشرقي من ليبيا. أستاذ محمد الضرات عضو مجلس النواب الليبي، شكرا لك على هذه المعلومات. ولعل أستاذ هاني معانا يا شباب ولا فقدناه؟ مهندس هاني؟